أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذا اللقاء الخاص من مدينة جنيف. يشرفني أن أستضيف في هذا اللقاء السيد رأفت بدران. رأفت بدران هو سجين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، سجين سابق سجن بعد قيامه بعملية ضد قوات الاحتلال في العام 1985. رأفت بدران التقى خلال فترة وجوده في السجن عددا من الأبطال أمثاله، من بينهم عميد الأسرى سمير القنطار ومعتقلين آخرين لا زالوا أحياء كأنور ياسين ونبيه عواضة وغيرهم خلال فترة سجنها التي استمرت 15 عاما. أهلا وسهلا بك أستاذ رأفت. نحن الآن موجودون في مقر الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان. هل تعتقد أن هذا المجلس أو هذا المكان يمكن أن يتطلع أو يتفاعل مع المعاناة، على الأقل المعاناة التي عانيتها في السجن وخلال الفترة الماضية؟ أهلا بكم، أهلا في قناة الميادين، القناة العربية التي نقلت قضية الشعب الفلسطيني وقضايا العالم العربي بموضوعية وشفافية ومصداقية. شكرا لكم على هذه الاستضافة. بداية، الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة هي منبر دبلوماسي. نحن نعول على هذا المنبر بالدرجة الأولى لفضح جرائم الاحتلال وتطوير عمل قرارات هذه المؤسسات لتخدم المشروع الوطني الفلسطيني، والذي بدأناه بمشوارنا الكفاحي عام 1965 واستمر عبر محطات طويلة صاحبها مد وجزر، إلى أن انتهينا باعتراف هذه المؤسسات بالدولة الفلسطينية ذات صفة المراقب في أروقة الأمم المتحدة، ومن ثم تحسين قرارات مجلس الأمن الذي كان آخرها قرار الخاص بالاستيطان، والذي للمرة الأولى بعض الدول التي ناصبتنا العداء لفترة زمنية طويلة صوتت لصالح هذا القرار. نحن نتعامل مع هذه المؤسسة على أرضية أنها صوت يمكن أن يسمع صوتنا للعالم وشرح قضيتنا. نعم، لنعد إلى البداية يعني أستاذ رأفت، إلى بداية فترة الاعتقال. لو يعني حاولت أن أعيدك بالذاكرة للعملية التي شاركت بها، يمكن أن تشرح لنا كيف كانت وأين وما الذي جرى بالفعل؟ أنا كنت في إطار مجموعة إبان العمل السري في الداخل المحتل، كانت أدواتنا محدودة وحركتنا محدودة، وكان لابد علينا في ظل الاحتلال أن نتحرك بسرية تامة. هي عمليات أقرب للعمل الفردي أكثر منه الاشتباك الجماعي. هذه المجموعة قامت بقتل جندي إسرائيلي وجرح بعض الجنود، إضافة لقتل واحدا من عملاء الاحتلال. أين بالضبط؟ في أي منطقة؟ وهل هناك اسم معين لهذه العملية؟ هي ليست بأسمائها، لم يكن يختار لهذه العمليات أسماء بقدر ما أنها سميت على اسم الواقع نفسها. يعني على سبيل المثال الجندي الذي قتل أذكر اسمه كما أعلن عنه الصحافة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي، أهارون أفيدار. فيما هناك عميلا آخرا في منطقة رام الله، الجندي كان يخدم حارسا على مؤسسة للاحتلال الإسرائيلي، والعميل هذا كان متعاونا مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم، بعد العملية تم إلقاء يعني القبض عليك، أسرت، وما يعني ظروف الفترة الأولى من الاعتقال، وماذا حل بزملائك أو بالرفاق الذين شاركوا بهذه العملية؟ كأي فلسطيني يتعرض للاعتقال هو يخضع بالدرجة الأولى لفترة تحقيق قاسية وعنيفة، وبالتحديد في ذلك الزمن الذي كان الإعلام لا ينقل
بالصورة التي يتناول فيها المواضيع الآن. التحقيق استمر ما يقارب الشهرين مع المجموعة بكاملها. المجموعة مكونة من 6 أفراد، كلنا الآن طلقاء، وتم الإطلاق صراحنا. 3 كانوا محكومين بالمؤبد، أنا واثنين آخرين، وآخران 16 عاما وآخر 10 سنوات. حوكمنا في محاكم للاحتلال، هدم 5 منازل على خلفية الاعتقال. أمضينا ما يقرب جميعنا 15 عاما باستثناء من حكم 10 سنوات. في النهاية تم إطلاق سراحنا في إطار الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل، وبالتحديد بعد واي ريفر، مفاوضات واي ريفر. خلال فترة الاعتقال كما هو معروف قضيت فترة ربما سنة أو أكثر مع عميد الأسرى الشهيد سمير القنطار. كيف كانت اللقاءات الأولى بينك وبين سمير؟ ما هي الأحاديث التي كانت تجري بينكما؟ وهل بقي الاتصال بينكما بعد تحريره من الأسر؟ التقيت كما أذكر سمير عام 91، أتذكر في سجن نفحة. كانت فترة عزل لنا أنا وبعض المناضلين إلى سجن نفحة. هناك التقيت بسمير وتعرفت عليه. سمير مناضل كبير، دفع من حياته ثمنا لانتمائه القومي والعروبي. كان ينتمي إلى جبهة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، وكان ركيزة من ركائز العمل الاعتقالي في الأسر. للحقيقة كان دوما قائدا ومفكرا، وتجربته غنية عن التعريف. هناك الكثير في تجربة هذا البطل سمير القنطار. فارقته أنا وغيري من الأسرى بتصور عام 93، لم أراه من بعد إلى أن تحرر. يبدو لي أتذكر أن جرى مكالمة هاتفية بينك وبين الشهيد سمير. بيني وبينه كانت في مراجعة له في وزارة الأسرى لدينا في فلسطين، كون لهذا المناضل وهذا البطل التزاما يجب أن نفي به اتجاهي. فمن دفع من عمره هذه السنوات أعتقد أنه أهلا لأن يلاقي كل الرعاية والاحتضان من قبلنا كشعب فلسطيني. بالنسبة للاتصال الأخير الذي حصل بينك وبين سمير القنطار، هناك اتصال حصل كان سمير في دمشق على ما بحسب معلوماتي. لا أذكر أنه كان في دمشق، هو كان في بيروت. أعتقد أنه كان قريبا من موعد زفافه في تلك الفترة. نعم، ما الذي جرى بينكما من أحاديث؟ هل كانت اطمئنان أحاديث عادية؟ دعاني لزيارة لبنان. أعتقد أن هناك ما يحول دون ذلك في أوضاعنا في فلسطين، علما أن لبنان دولة عربية ودولة نحن لنا نرى بها وطنا، كما فلسطين فيها دماء امتزجت خلال سنوات نضالنا المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي. هل كانت الرؤية لدى سمير القنطار في في مرحلة الاعتقال وفي المرحلة التي شاركته بها الزنزانة، هل كانت الرؤية واضحة بالنسبة له كما عرفتها لاحقا بعد الإفراج عنه؟ لا، هو كان عموما في خطه وفكره السياسي والفكري في إطار منظمة التحرير. كان يميل أحيانا إلى الاعتدال في مواقفه،
عموما هو لم يذهب بعيدا في تفكيره تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي. كان له رؤية وكان له فكرا معينا، يبدو لي بعد أن تحرر ومكث، كان قد مكث طويلا، هذه الرؤية تغيرت إلى حد ما. هكذا أفكر، أن الاتفاقات لم تجد مصداقية. تتحدث عن الاتفاقات التي حصلت في أوسلو وغيرها السياسية، كونه ينتمي إلى فصيل سياسي، كون هذه الاتفاقيات أبقت خصوصية ما للأسرى العرب الذين سجنوا واعتقلوا على ذمة القضية الفلسطينية. سننتقل بعد الفاصل القصير للحديث عن رأفت بدران بعد خروجه من السجن، بعد محاولته تكوين عائلة أو تكوينه لعائلته، وما جرى مع هذه العائلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونواصل هذا اللقاء مع رأفت بدران السجين أو المعتقل السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ رأفت، أهلا وسهلا فيك مجددا على قناة الميادين في هذا اللقاء الخاص. حاولت بعد خروجك من الاعتقال بناء عائلة، تكوين عائلة، عندك ثلاثة أولاد، كانوا ثلاثة أولاد للأسف، أكبرهم محمود بدران استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي. كيف ومتى ولماذا؟ محمود كان هو أول أبنائي، ومعنى آخر كان هو أول الفرح في العائلة. أنا تزوجت بعد خروجي من الأسر، زوجتي هي من قرية مجاورة أمل سمارة، هكذا فكرنا أنا وهي بأن يكون لنا قليلا من الأبناء حتى نتمكن من توفير متطلبات حياة. عائلة صغيرة. نعم، كان لنا محمود في البدء، وتبعه شقيقه ميلاد أصغر منه، ابن الثلاثة عشر الآن، ولوجين هي الأخيرة. الأخت الصغيرة ابنة تسع سنوات. في العام الماضي في 21 حزيران في شهر رمضان كان ابن عمته قد قدم من الدوحة، وهو صديقه وفي نفس الجيل، فاتفق هو وأبناء عمته وأبناء عمه لدعوة ابن عمتهم إلى المتنزه، وتحديدا أن هذا المتنزه فيه مسبح، ومحمود متعلق في السباحة. كان له هواية يعني إضافة لكرة القدم. ذهبوا في الساعة التاسعة مساء بعد الإفطار، لأن لا يمكن إلا في هذه الساعات في رمضان، وهو متنزه قريب من القرية، يعني في قرية أخرى مجاورة، ولكن القريتان يفصل بينهما طريق استيطاني اسمه 443. كان لابد عليهم أن يذهبوا عبر نفق من أسفل هذا الطريق الاستيطاني. ذهبوا إلى هناك و مارسوا هوايتهم وفرحوا كثيرا، وهكذا يبدو لي الأمر من خلال الصور التي شاهدناها خلال وجودهم هناك. كان هناك معهم عمته وزوجها في المتنزه. في الساعة الواحدة والنصف تقريبا كانت لهم آخر صورة، وهم ينتظرون سيارة الأجرة التي ستقل لهم. زوج عمتهم استدعى سيارة أجرة لكون سيارته لا تتسع للجميع. وذهب محمود بصحبة أبناء عمه وعمته في سيارة الأجرة. في طريق عودتهم حين اقتربوا من النفق الذي يقطعونه لدخول القرية، قريتنا بطور تحته،
كمن لهم جنود الاحتلال أعلى الجسر الذي يعلو النفق، وقبل دخولهم النفق أمطروهم بزخات من الرصاص أصابت كل السيارة. بعض الأطفال حين اصطدمت السيارة في حائط النفق كانت إصابتهم طفيفة، واثنين لم يصابوا نزلوا من السيارة، كان بعضهم جرحى استلقى على الأرض، وآخرين انتبهوا أن محمود لم ينزل من السيارة. عادوا إلى السيارة وإذا به على نفس مقعده مستشهدا، يبدو لأنه من الدقائق استشهد مباشرة بعد إطلاق النار. نعم. هل يعني بالعادة تجري قوات الاحتلال تحقيقات حول هذه المسائل؟ هل أجرى تحقيقات؟ ما هي الحجة التي يعني خرجت بها سلطات الاحتلال لتقول أنها قتلت طفلا أو شابا بعمر 15 عاما وهو عائد من نزهة أو من المسبح لا شبهة عليه ولا يمكن ولا يحمل سلاح؟ نعم. في الوهلة الأولى وبعد من منعوا، بالمناسبة كانت إجراءاتهم صعبة وقاسية في الموقع، منعونا من الوصول إلى الأطفال، منعوا سيارات الهلال الفلسطيني من الوصول للأطفال وتقديم المساعدة للأطفال، وبقي الأطفال ملقيين على الأرض ينزفون دون أن نعرف ما هو مصيرهم، وانتظروا سيارات الإسعاف الإسرائيلية. الأخبار الأولى التي تداولت الحادث تحدثت عن مقتل مخرب. الإعلام الإسرائيلي. نعم، الناطق الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي غالبا ما يتبنى رواية الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. الآن خدمني شيء واحد في الموضوع، أنني أعمل في المؤسسة الرسمية، أنا أعمل في وزارة الخارجية، وهناك مسؤولية لهذه الوزارة وهذه السلطة من اللحظات الأولى. في الاتصالات التي أجريت لمحاولة متابعة الموقف ميدانيا من قبل السلطة، طلب أن يتم تبرير ما قام به الجنود في تلك اللحظة. نعم. لطالما هم يتحدثون عن أن أطفال ألقوا الحجارة وسكبوا الزيت على الشارع، علما أن أطلاق النار تم عليهم والسيارة تسير. نعم. هناك كاميرات مراقبة، الشارع مراقب لكونه شارع أساسي ومركزي بالنسبة لهم ولمستوطنيهم. كشفت الحقيقة، يعني كشفت الحقيقة. نعم. بأن نعم. هناك إطلاق نار مقصود على سيارة مدنية، يعني البينات فيما بعد أوضحت أن هناك شيئا ما قد حدث ليس له علاقة لا بإجراءات الأمن ولا بأي أحداث وتطورات. هذا باعتراف بعض التسريبات الصحفية التي صدرت عنهم ورد فعلهم فيما بعد حين طلبت صور الشارع من قبل الارتباط الفلسطيني، بدأوا يتحدثوا عن خطأ وقع في المكان، واختلفت الرواية وبدأوا يتناولون، علموا أن هناك أطفال أكبرهم هو ابن 15 عاما في الحادث. ثانيا، الطريق مغطى بكاميرات مراقبة ولا بد أن تظهر ما حدث من مجريات. فيما بعد اتضح أن الجنود الذين أطلقوا النار هم ثلاثة، ضابط وجنديان في سيارة بيضاء وليس عسكرية، أتوا من مكان آخر وليس من مسؤوليتهم حماية المنطقة، لكون هناك من الأبراج ما يكفي في الموقع لحماية المنطقة، ولو كان هناك شيئا ما قد فعله الأطفال لكان البرج القريب هو من أوقفهم. رأفت بدران الأسير السابق، اليوم بعد كل هذه المعاناة 15 عاما في السجن، حاولت تكوين عائلة، ابن 15 عاما استشهد برصاص الاحتلال، كيف يرى اليوم يعني مسألة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ أين أنت من هذا النضال، وما هي السبل التي يمكن أن نستعيد بها أراضي فلسطين المحتلة؟
يعني أعتقد لم يختلف شيئا علي، أنا متوازن من اللحظات الأولى في فكري وفي مواقفي وفي رؤيتي. نحن بدأنا مشوارنا بالكفاح المسلح وتطورت التجربة في محطات عديدة وكثيرة في سياق المسيرة النضالية. هناك مد وجزر، هناك خط سير التطور هو لولبي وليس مستقيم بالضرورة. أحيانا هناك عقبات وهناك نكسات وهناك تراجعات وهناك مرحلة تحتاج إلى سبل نضال أخرى. أنا ما زلت أؤمن بأن هذا الوطن فلسطين هو لنا. فلسطين كل أشكال المقاومة لاسترجاعها واستردادها هي مشروعة، ولا يمكن إغفال أي شكل من أشكال المقاومة. إذا كانت البندقية هي من ستعيدها أنا مع البندقية، وإذا كانت السياسة من ستعيدها فأنا مع السياسة. بالعموم أنا لست من أنصار رؤية الدماء. نحن رسالتنا إنسانية ورسالة شعب يقبع تحت الاحتلال، وبالتالي لم يكن لنا غاية ونقدسها هي اسمها الدماء أو إطلاق النار أو القتل. نحن حين حملنا البندقية كان لنا ما يبرر، حين أدار العالم ظهره لقضيتنا ولا تهجيرنا ولا استرداد حقنا، وحين أراد العالم التحدث إلينا بمنطق آخر نحن سمعنا وتوجهنا، حتى تصل رسالتنا بأننا لسنا لنا غاية في سبيل واحد وحيد. رأفت بدران، هذا اللقاء معك في حديقة الأمم المتحدة في جنيف شرفني، وأتمنى أن يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله إذا ما كان لدينا فرصة بالذهاب إلى فلسطين، أن يكون لقاءنا هناك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم متابعتكم هذا اللقاء الخاص مع رأفت بدران من جنيف. أنا موسى عاصي، إلى اللقاء.